ريحانة نعمة يا وني بكم. يا مرحبا. مرحبا بكم وعواشكم مبروكة، عيد فطر سعيد. نتمنى ذلك إن شاء الله. نتمنى ذلك في انتظار إعلان العيد إن شاء الله. عيد مبارك سعيد لكل مشاهدينا ومستمعينا أيضا. والمستمعين أيضا. فرحانة، يقال أنه لكل شخص من اسمه نصيب. حظ. واش فرحانة؟ ديما فرحانة. يقولون يعني زملاء المهنة والزملاء في فرادهات الإذاعة والتلفزيون هنا يقولون لي دائما صباحا فرحانة، كل صباح مبتسمة وفرحانة. الحمد لله. وهذه نعمة من عند الله. نعمة. نعمة عليكم السلام. نعمة. ما كتقلقش فرحانة، كي داير الغضب ديال واحد السيدة سميتها فرحانة، كي داير الوجه الآخر في رئيس. انا عمرني ما شفته انتو رئيس حتى بغيتو رئيسي مره من المرات يعني مدير للبث ومن هذه المنبر انا احييه السيد رشيد صلاح الدين سابقا. تعرفي العمل في لحظات غضب، فكنت في اوج يعني دفعه ازمه غضب فباش يطفي النار قليلا قال لي شوفي انت اولا غير مسموح لك البتة الغضب تماما، لان يعني اسمك فرحانه فانت ما قلت له من اليوم انا راهي مبدل اسمي، انا غضبانه نبدل السمية ما نبدلش المود. نعمة أيضا، يعني بغيت نعرج معك على الأسماء في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يعني كلها أسماء مميزة وأسماء صح. يعني بمجرد ما تعرف اسم الشخص فتعرف تعرف بأنه من أهل بالفعل. نجي على الأسماء في الأقاليم الجنوبية، عندها علاقة قوية بالمشرق، أسماء متقاربة جدا، يعتمدون على أسماء ديال الصحابة، أسماء ديال زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، وكذلك بعض الأسماء اللي يجيبوها من 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 المجتمع من المحيط. مثلا النعمة، بزاف كيقول لك النعمة واش اسم راجل ولا اسم امرأة؟ النعمة اسم راجل ولا اسم امرأة؟ بحال ما كاين هنا في شمال المملكة كاين وصال، إسلام، أسماء مشتركة. لكن إحسان، صباح، يعني كاين أسماء ممكن نعطوها للراجل ممكن نعطوها للمرأة. وفي الأقاليم الجنوبية كاين أسماء العبادي لمربيه ربو وكذا، أسماء مثيرة جدا، لكن في وسط المحيط هي عادية. فقط لما تنتقل شمال المملكة يقول لك اسمك العبادلة محمد الغضف شغالي 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 دغباجة شغالي شيء غالي شيء غالي. هذه هي الفكرة، يعني أنا فيت أنا ملي كنسول على الاسم وندقق فيه كنشوف بأنه واحد المعنى جميل جدا. مثلا العبادلة هي جمع عبد الله، بزاف ديال عبد اللهات العبادلة، فهمت يعني كتعطي لشخص واحد اللي هو شخص واحد بزاف ديال عبد الله، وهما يقصد بين هنا الصحابه عبد الله بن المطلب عبد كذا كذا، جمعهم كاملين في العبادله. جميل. اسم واحد كيسمع بزاف. واغلى المنات. واغلى المنات. اغلى المنات. والسعداء. اغلى المنات هي اغلى البنات. اغلى البنات واغلى جيلها. أغلى جيل. أغلى جيل. الأهم في محيطها. وهي لغة عربية فصيحة. غير هي في الاستعمال الدارج تماما. أضغمت مثلا مثلا سعدة بنتي أنا. عندك أنت بنيتي. الكثير يتساءل سعدة اسم عربي أصيل. سعدة جميلة. جميل اسم راقي. صحيح. فرحانة عياش طبعا كانت عندك تجربة جميلة في شهر رمضان اللي هي طريق المعالي. وبالحديث على الوجه الآخر، يعني كانت هذه إطلالة على مشاهدي قناة ميديان تيفي واكتشفوا فيك وجه آخر جميل الفرحانة اللي هي مهتمة بالشعر ومتذوقة للشعر وفي واحد الإطار قيمي رائع. قربينا من هذه التجربة. تجربة طريق المعالي اللي تابعوها السادة المشاهدين ومشاهدي قناة ميديان تيفي، أشكرهم جزيل الشكر على كل التفاعلات التي نتلقاها على كل وسائل السوشيال ميديا. جاءت في زمن أنا يعني لدي كثير من البرامج على إذاعة ميديان الدولية، ومنها زاوية أسبوعية للثقافة هي حديث الثقافة. في هذه الزاوية في هذا الموسم وهذه السنة انغمست كثيرا في الأدب العربي وأبحرته، فأنا متذوقة للشعر رغم أني لا أخطه ولا يعني لا تنظمينه ولكن لا أنظمه ولكنني أعشقه عشقا، وخصوصا أنني تخصصت مع ثلة من المثقفين واندمجت مع عالم الشعراء ولهم أجمل تحية الأقاليم الجنوبية وأولهم، رغم للأسف الشديد أنا واحدة من أهل الجنوب وواحدة من أهل الصحراء، وأهل الصحراء فضائهم زمن ماضي ما عندهم تلفزة ولا عندهم أي شيء غير جلسات الأدب. تماما. وتخيلي عنك يا إيمان من تعودي في جلسات الصحراء، فرض عليك عنك أنت تحفظي بيوت الشعر صح. وفرض على النعمة مثلا عنه ضرك يقول لي أنا بيته عني رد عليه
بيت آخر. هنا ذهبت بعيدا عن طريق المعالي. المهم على أني أنا لما انغرست في ذلك الفضاء وجاءت البرمجة الرمضانية لقناة ميديا تي في، جاء هذا الجميل، قلت لماذا، على لسان كل من استضفتهم من الأدباء ومن الشعراء، كانوا كلهم يتباكون على القيم الأخلاقية لمجتمعاتنا العربية التي أصبحنا في انسلاخ منها. ذهبت عنا قيم الشهامة، ذهبت عنا قيم الصدق والكثير من القيم، فقلت لماذا لا أضع زاوية أوقف فيها ضميرنا أو ضمائرنا، وأنا أولهم، يعني أن نقول صدقا في حياتنا، أن نعيش بالكثير من الكرامة، أن نعيش بالأنفة، كثير من الاستعفاف، بالكثير من الاستغناء. أنا شفت يعني وتبعت الحلقات، وفعلا كان واحد الرهان واحد التحدي توفق فيه البرنامج، هو أنه يعطينا برنامج تلفزيوني يتكلم على الشعر وعلى الأدب، وهل له جمهور يعني. وأنا الشيء الذي للأسف الشديد يعني التقيت بعض الناس الأصداء، يعني أصداء للبرنامج، يقولون تحدثين الناس من سيسمعك يا فرحانة وأنت تتحدثين عن الصدق بين الناس والمحبة لا سيسمعون في زمن في زمن المادي في زمن المادي إنتاج لا بأس بها يعني نتمنى ذلك. من هذا الوجه، هو ماشي وجه آخر، يمكن ربما جمهور عريض اللي يقدر يكتشفه، يعني هذا وجه فرحانة، يعني الجانب ديال الاهتمام بالثقافة وبالشعر وبالأدب معروف عند الناس اللي قراب منك. غنمشي للوجه الآخر ديال النعمة ماء العينين، اللي هو الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في تويتر. عندك صفحة فيها أكثر من 60,000 متابع على تويتر. كانت واحد دراسة إماراتية اعتبرت بأنك واحد من أكبر المؤثرين أو أكثر المؤثرين على تويتر في المغرب. كان واحد لو طو دونغاجمون ديال تقريبا 20 مليون متصفح خلال الشهر. قربنا من هذا التجربة. بكل صراحة تويتر كيف ما كتشوفوا على حسابي، يعني تم تأسيسه سنة 2010، وما كنتش كنظن على أنه تويتر بيوصل لهذا المستوى. هذا بديته في البدايات كمتصفح جديد للآلي، وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، من بعد تعمقي في الإعلام اللي هو أنا أحبه منذ الطفولة قبل تويتر وقبل العمل في المجال، درت هذا التويتر هذا. لكن بكل صراحة وأقولها، هو من بعد مباشرة فترة كورونا ومع القرقرات أنا أتذكر هنا كان كل ينتظر المعلومات. لقيت على أنه تويتر آلية من آلية التواصل، قمت بإعداد مجموعة من الهاشتاجات. هذه الهاشتاجات لقد تفاعل بفضل من يسميهم تويت ما، هم النشطاء المغاربة على تويتر، لقد تفاعل كبير. من بعد ذلك أصبح الحساب ديالي الشخصي يعني مصدر للمعلومة عند مجموعة من المؤسسات الإعلامية، ولهذا لقى التفاعل. آخر تدوينة كانت هي محمد بن زايد لما استضافه الملك محمد السادس نصر الله في حفل الإفطار، قمت بكتابة ثلاثة الهاشتاجات: الإمارات المغرب واحد، مرحبا أبو خالد، مرحبا محمد بن زايد. هذو الهاشتاجات لقوا واحد التفاعل كبير داخل الإمارات العربية المتحدة. ما هنا بدأوا كيتسألوا شكون هو نعمة ماء العينين. ما هنا بدأت الدراسة، وتفاجأت بكل صراحة، ما كنتش كنتوقعها. عندي متابعين مغاربة اللي كيتفاعلوا معنا، كنديروا مجموعة الهاشتاجات، وتويتر الآن أصبح مهم جدا. تماما. ولا يعني حاولت جاهدا تستقطبني لتويتر، مازال ما هدانيش. حاولت مازال لا لا إيمان حاولت. أنا كائن إنستغرام شنو الضر، دينا لك المودباس، فتحنا لك تويتر، أجي مرحبا بك في وسطي معايا. حاول ديروا مع فرحانة، يمكن يكون متمر متحتمسي. لا أنا ناشطة إنستغرامية وفيسبوكية، ولكن تويتر كان وعدك غنبدل المجهود. لا تويتر فضاء مهم جدا. تماما. دعينا قبل ما تدخلي للايمان فهادشي، دعينا المؤسسات ديال الدوله بزاف منها لبا تجاوب مع هادشي، هادو داروا كونتات ولا واحد تفاعل مهم جدا. ما غنسولكش فرحانه على الطبخ، غنسولك على تربيه الابناء، لان هذا الموضوع ديما النقاش بيني وبينك فيه مفتوح ومتواصل. نموذج، اي نموذج ديال الامهات فرحانه؟ شوف يا ايمان، شوف انا ياسمين ذكرت زميلتي العزيزه ياسمين، لها اجمل تحيه. انا وانت يا ايمان نتشارك كثير من الاشياء، وكوننا اننا التقينا بالكثير من الناس الذين يعملون في الكوتشينج، في البرامج الاسريه لتنميه المجتمع وتربيه الذات والتنميه الذاتيه وتربيه الابناء والتربيه الايجابيه. فانا هذه مساله فلسفه التربيه الايجابيه، حاولت مع احترامي وتقديري الكامل لكل الكوتش، يعني الكوتش اللي استضفتهم واستضفتهم أنت، بتطبيق كنت أثروا ونطبقوا ما قيل لنا. ولكن أحيانا يا إيمان
تنزاح التربية الإيجابية وتكون نوع من الصرامة التي لا تشتد إلى الحد العنيف، لا، ولكن أقول الصرامة. أنت أم تقليدية كلاسيكية، تقليدية جدا، مرة مرة تنزعين حوالي أبدأ أبدأ, أبدأ بالدبلوماسية والتربية الإيجابية، فإذا لم تأتي بأكلها أنحرف مباشرة إلى الصرامة، الصرامة التي لا ليست عنفا. عندك وليد وبنيت الله يخليهم لك ويقدرك عليهم، والنعمة أبو البنات عندك جوج بنيتات. أنا أنت بتشاركي فيهم. أي نوع، حتى أنا عندي جوج بنيتات وحتى أنا وياك تناقشوا هذا الموضوع وقراب فلاج. دائما المواضيع بيناتهم داك. كي درتي مع فلانة، كي درتي مع فلانة. كي داير مع البنيتات؟ بكل صراحة. أنت أي نوع من الآباء؟ نقولوا إحنا عنهم الغيال واعرين، الحسان. الغيال واعرين. والمسألة الثانية يقولوا عن ما يكبر راس ينشي براس ثاني. حقاً. انا كنسيب الصراحة ولا لكن بالنسبة لطريقة التربية انا كنشوف على انه تعامل مع الابناء بالذكاء، تعامل معهم على انهم اشخاص كبار، كيكون واحد التواصل عميق. شي نظري راه ساهلة فرحانة. لا انا بعد شخصيا عندي البنية الكبيرة سعدة، كنتعامل معها كانها صديقتي، كانها واحد انسان كبير كتفهمني كنفهمها وماشي معها تكالي همها توصل معها، ما وصلت نقدر انا بجوج كلمات ثلاثه نحيد لها كل شيء اللي كنت كتعمل. انت ما حاضرش في اليومي مشكل. انا باغي نقفل على النعمه 15 يوم والزوجه الفاضله تمشي في اجازه ونخليهم البنات. صدفه عندها فرحانه 15 يوم وهو يبقى مع البنات 15 يوم ونستقبلوك في هذا البلاطو ونسمعوا النظريه الجديده. البرنامج كان على القناه الثانيه المغربيه مدام مسافره. مدام مسافره يلا نسافر وفرحانه. هذا يجب ان يطبق. استمتعت بكم وسعدت بكم وبغيت نحيي ايضا الزياء ديالكم. الملحفه بالنسبه للمراه الصحراويه اكثر من مجرد زي، هي عنوان هويه. نفس الشيء بالنسبه للدراعيه والرجل. دراعه دراعه اسمها. شكرا على دراعه للرجل الصحراوي. ونتمنوا عيد فطر سعيد لكل طبعا اهل صحرائنا العزيزه. مشاهدينا هذه التجربه المغامره انتهت. يمكن تكون سالات اليوم مع الحلقة 29، عموما راها اقتربت من نهايتها في حال ما تشوفناش غدا. نبغي نبلغكم تحيات كل أفراد الطاقم الصحفي، زملاء فتح الله بوزيدي، أسماء بشري، عصام عباري في الفقرات القارة، زميلة سميرة العثماني في رئاسة التحرير، زميلين دنيا صبيح ومحمد رضا تميمي مساعدة التحرير. نتمنى يلتحقوا بنا كل طبعا الزملاء اللي موجودين، المشرف العام على البرنامج رئيس القسم الثقافي بإذاعة ميديا وقناة ميديا ان تي في زميل بلال مرميد، تحية منا القسم التحرير قسم الإنتاج، مرحبا بكم وشكرا على مجهوداتكم قسم الجرافيك قسم الديجيتال قسم المكياج، واخيرا وليس اخرا القسم التقني. من مخرجين معنا الزميل عبد الرزاق الدوميري، وايضا كان معنا الزميل ابراهيم طوس، مصورين مهندسي صوت كل جنود الخفاء هما كتشوفوا البعض منهم كلهم كل واحد باسمه بالصفه ديالو طبعا اللي قدر يلتحق بنا في هذه اللحظه. مرحبا به اصحاب الكاميرات، قلت المصورين اللي ما قدرش انه يلتحق بنا راه خدام الى هذه اللحظه. شكرا ايضا لكم مشاهدينا على دعمكم لنا وعلى تشجيعاتكم في هذه الإطلالة الجديدة، دعمكم لي أنا شخصيا إطلالة بالدارجة وفي هذا النوع من برامج التولك شو. الله يحفظك فرحانة، شكرا جزيلا. غدا باقي رمضان غتعاودي هذا؟ غنعاود دونك عيدكم مشاهدينا مسبقا وكل عام وانتم بألف خير، وكنظن بأننا كنستحقوا نصفقوا على راسنا في نهاية هذا. شكرا للجميع، شكرا.